مزود حجم العيار ما شراه من خطر. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، مشاهدينا متابعينا الكرام، أسعد الله صباحكم وجميع أوقاتكم بكل خير ومحبة وسلام. نحييكم أفضل وأجمل تحية بتحية الإسلام الخالدة، فسلام من الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. نحييكم في أول أيام هذا المهرجان السنوي الكبير، مهرجان المؤسس طيب الله ثراه وأسكنه فسيح جناته يا رب العالمين. ينطلق شوطنا العاشر الخاص بالحقائق القعدان، وهو شوط خاص بالإنتاج. مسافتنا هي 4 كيلومترات نسير مع هذا الشوط الذي يحمل لنا في هذه الأسماء الكبيرة والشعارات الحاضرة والمنطلقة في مسار وتحديات هذا الشوط الباحث عن تسجيل نقطة مميزة في هذا المهرجان الكبير. نبدأ بداية مع أول المراكز، أول الأسماء المفتتحة للنداء ولذاعة هنا وقاد. من يأتي مع البداية بشعار جبر بن جاسم بن ربيعة الكواري، من يقدم لنا شعاره وتحدياته المميزة والجميلة مع البداية. بينما ثاني المراكز هنا غزيلان سلطان بن هزاع بن حمد أبو شريدة العذبة، من يقدم لنا أيضا انطلاقة شعاره مع ثاني المراكز. بينما المركز الثالث وصول وتقدم في هذه اللحظات اللي قادم هنا أيضا مشاهدينا الكرام، نتابع وارد القادم مع ثالث المراكز أيضا بشعار راشد بن فرج بن صالح المري مع ثالث المراكز. والمركز الرابع وصول وتقدم من شعار المريخي القادم هنا دلهام خميس بن محمد بن خميس المريخي مع المركز الرابع. والمركز الخامس يتقدم هنا عفرين بشعار علي بن محمد بن مسفر بن محميد القادم هناك من ميمنة الميدان مع خامس المراكز. هكذا هي الأسماء للخمسة المراكز الأولى المتقدمة في مسار وتحديات هذا الشوط في أول نداء للخمسة المراكز الأولى المتقدمة. مشاهدينا متابعين الكرام، عودة هناك مع البداية، عودة مع المركز الأول مع الصدارة مع بداية وقاد جابر بن جاسم بن ربيعة الكواري، من يقدم لنا شعاره وتحدياته المميزة هنا مع البداية وصدارة هذا الشوط. بينما ثاني المراكز شعارك يا أبو شريدة القادم مع ثاني التحديات مع غزيلا سلطان بن أزاع بن حمد أبو شريدة العذبة، ولكن من الجانب الآخر شعار بن محميد بدأ يتسلل من الجانب الآخر مقدما لنا أيضا اندفاعة مميزة هنا من خلال تقدم عفرين علي بن محمد بن مسفر بن محميد. بينما أتابع المركز الرابع وصل شعار بن جبران مقدما لنا أيضا اندفاعة مميزة هنا مع براق جابر بن سالم بن جابر بن جبران. وخامس المراكز الوصول والقدوم مشاهدين الكرام، وصل هنا جلمود راشد بن محمد بن حمد الدعية القادم والمنطلق مع خامس الأسماء. هكذا هي الخمسة المراكز الأولى المتقدمة في مسار وتحديات هذا الشوط. ولكن عودة هناك مع البداية، شوف هذه الكوكب الخماسية سداسية هنا مشاهدين الكرام في الكادر العلوي من قناة الريان الفضائية الناقلة لأحداث ووقائع هذا السباق وهذا المهرجان السنوي الكبير. عودة مع البداية اللي غير مباشرة إلى الصدارة، أم غادر بشعار سعيد بن الحزيمي بن صغير العويسي قادم من السلطنة للمشاركة هنا في أرضية ميدان الشحانية ميدان التحدي لسباقات الهجن العربية على صيلة. يا سلام، راح هنا العويسي مع البداية. بينما تابع المركز الثاني غزيلا سلطان بن أزاع أبو شريدة القادم مع ثاني التحديات. المركز الثالث شعار بن جبران القادم والمنطلق مع ثالث المراكز مقدمة لنا أيضا انطلاقة براق جابر بن سالم بن جابر بن جبران. والمركز الرابع يتقدم شعار المريخي هنا من خلال تقدم دلهام خميس بن محمد بن خميس بن عويضة المريخي. والمركز الخامس نتابع التقدم والوصول من عفرين علي بن محمد بن مسفر بن محميد الجربوعي القادم، ولكن عودة هناك. الله يا سلام، أجواء الكيلومتر الأخير والخطير هنا بن الحزيمي يقود الأسماء والتحديات الأولى من خلال تقدم شعاره مع البداية مع المركز الأول. مغادر 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 مغادر، يريد يغادر بالسلامات إلى أبناء السلطنة. مشاهدينا متابعينا الكرام، في هذا الصباح الممتع
مميز ما شاء الله، اندفاعه مميزة، اندفاعه كبيرة مشاهدينا. وعصاف الابطان ما قال له شيء هنا، يرقص طرب على ارضية ميدان الشحانية، ميدان التحدي لسباقات الهجن. وتابع المركز الثاني شعار ابو شريدة القادم مع ثاني المراكز، والمركز الثالث شعار المريخي، ولكن خلاص قفلها العويسي. الله يا سلام، سرح بالسلامات هنا الى اهالي السلطنة، الى ميدان بدية بالتحديد. هنا يقدم لنا عروضه الصباحية المميزة والكبيرة في اول ايام هذا المهرجان السنوي الكبير، مهرجان ايضا المؤسس. مشاهدينا متابعين الكرام، بن الحزيمي هنا يقدم لنا انطلاقة مغادر، سعيد بن الحزيمي بن صغير العويسي، يسعد الله صباحك وسلام يا السلطنة، سلام سلام الى ميدان بدية على هذا الفوز والانتصار بدون اوامر عصاف الابطان. لله درك هنا يا العويسي على هذا الاداء المميز والجميل. سلمت يمينك يا بن الحزيمي على هذا الاداء المميز والكبير، تهانينا والناموس سعيد بن الحزيمي العويسي على هذا الفوز والانتصار المركز الثاني. وصل مشاهدينا الكرام هنا ايضا مع ذلك المراكز دلهام خميس بن محمد بن خميس بن عويض المريخي، والمركز الثالث كان الوصول من غزيلان سلطان بن أزاع بن حمد أبو شريدة، والمركز الرابع كان الوصول مشاهدين الكرام من براق لجابر بن سالم بن جبران المري، والمركز الخامس وصل البدع بشعار زيد بن محسن بن علي بن انديلة. هكذا مشاهدين الكرام تابعنا هذا الشوط، ولكن حضر وابناء السلطنة يسجلون نقطة صباحية مميزة هنا في أول أيام هذا المهرجان السنوي الكبير. حضر سعيد بن الحزيمي العويسي مهديا أهالي ميدان بدية بالتحديد هذا الفوز والانتصار. 6:25 خمس أجزاء من الثانية، تهانينا والناموس سعيد بن الحزيمي العويسي على هذا الفوز والانتصار. بينما المركز الثاني كان الوصول مشاهدينا متابعينا الكرام، وصل شعار المريخي مع ثاني المراكز. التوقيت الزمني 6:30 89 جزءا من الثاني، تهانينا والناموس لخميس بن محمد بن خميس بن عويض المريخي. بينما ثالث المراكز وصل غزيلان 6:31 33 جزءا من الثاني، تهانينا والناموس سلطان بن أزاع بن حمد أبو شريد العذبة، تهانينا والناموس.